بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، ما معنى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء؟ هذه الآية ينبغي أن نفهمها في ظل التطور العلمي الكبير الذي تشهده الحضارة الإنسانية اليوم. كل المعلومات، نحن الآن في عصر المعلومات، كل المعلومات التي هي موجودة لدى البشر هذه سمح بها الله فقط. هناك الكثير، والكثير لم يأذن به الله سبحانه وتعالى للبشر أن يتعلموه. أولا الروح، حتى الآن لا يمكن للبشر، على الأقل حتى الآن لم يستطع أحد أن يفهم كيف تعمل الروح، كيف أنا أحرك جسدي، كيف دماغي يعمل، كيف يعمل البصر. الآلية معروفة، ولكن من المسؤول عن ذلك؟ من الذي يجعل قلبي ينبض؟ من الذي يجعل هذه الخلايا تتكاثر وتتجدد؟ لا أحد يعلم، إنها الروح. لذلك قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علوم الذرة، الشيء الذي سمح الله به أن يخترع أو يكتشف أو يعلم هو ما علمه العلماء فقط. هناك أشياء كثيرة أيها الأحبة، مثلا نقل عرش ملكة سبأ وهي بلقيس، عندما نقله ذلك الرجل في مجلس سيدنا سليمان عليه السلام من اليمن إلى من سبأ إلى فلسطين، يعني آلاف الكيلومترات خلال طرفة عين، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. إذن أيها الأحبة، كل العلوم التي نراها اليوم هي جزء من علم الله، هي ما سمح به الله. لذلك عندما نقرأ آية الكرسي ونصل إلى هذه أواخر الآية ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يجب أن نعلم أن اختراع أي دواء هو بمشيئة الله، اختراع أي شيء، صاروخ، مركبة فضائية، وسائل نقل، طرق علاج حديثة، وسائل رفاهية، كمبيوتر في مجال المعلوماتية، كل ما يخترعه البشر هو جزء مما سمح الله به. لذلك هذه العلوم هي علوم الله، فينبغي على أحدنا ألا ينسب العلم لنفسه، يجب أن ينسب الفضل لله تعالى، وإلا سيكون مثل قارون. قارون آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الأقوياء يعجزون عن حمل مفاتيح الكنوز التي لديه. على الرغم من ذلك ماذا قال لقومه؟ قال إنما أوتيته على علم عندي أنا. لذلك ماذا كانت النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.